لعبة جيدة بسوريا، بلشت السنة الماضية، دخلنا لمكتب الألعاب القتالية، أسسنا اللجنة الفنية لجوجستو بهمة المكتب الاتحاد القتالي اللي هلأ صار اتحاد فنون القتالية. هلأ نحن كبطولتنا كانت بداية بمشاركة كبيرة الحمد لله، كبداية 220 لاعب بطولة وحدود ال 15 نادي مشكلين الأندية بين أندية حلب وطرطوس وحمص ودمشق والقنيطرة وريف دمشق والجيش وهيئة الجيش. كبداية كانت خطوة حلوة مبشرة، تعتمد على النقاط وعلى سيطرة على السيطرة الكاملة للاعب لعدد نقاط، ولعبة حلوة كتير وإجانا عدد كبير كتير، ما كنا متوقعين أنه كونه أول لعبة بسوريا أول مرة تلعب بسوريا يجينا أكثر من 200 لاعب. هي بتهتم كتير أنه الولد ينمي شخصيته، هذا أهم شيء، ينمي شخصيته ويدافع عن حاله ويحمي حاله إذا وقع بالشارع، إذا حدا تعرض له، إذا يعرف كيف يحمي حاله. وجوجوتسو بشكل عام هي عبارة عن حركات إخضاع تثبيت. والله الإقبال شديد، أنا عندي بالنادي صغار فئات عمرية براعم، لنقول بين الأربع سنين للعشر سنين، عندي شيء 40-50 ولد. هاي أول بطولة جمهورية بشارك فيها وجبت مركز أول وحابب بصير بطل عالم بهاي اللعبة.